مهما اختلفت المناطق في تلك الفترة وتباعدت بينها المسافات، فإن قالب بناء المنازل هو واحد، إذ تعد الحجارة والطين هي المادة الأساسية للبناء. لم تكن هذه البيوت لتشيد إلا بتضافر أهالي المنطقة كلهم، فهنا شقوا طريقهم حاملين على أكتافهم الحجارة والحصى، حيث يتم ترتيبها بشكل هندسي متقن. ولعل قلة أعداد البيوت في فويرط مؤشر على مدى صلابة العلاقات الاجتماعية هنا، فالجميع يعرفون بعضهم